في هذه المناسبة سعيدة ألا وهي عيد الاستقلال. اليوم نحضر مع مواطنينا للاستفادة أو توزيع الاستفادات من السكن الاجتماعي بمختلف السياق: السكن الريفي، التحسيصات الاجتماعية، السكن الترقوي، سكن صيغة العدل. في هذه الحصة التي تفوق 1095 وحدة سكنية، هذا يدل على أن فيه مجهود للدولة، مصالح الدولة قائمة في مجهود جبار.